دواء سيتالوبرام هو دواء مضاد للاكتئاب من مجموعة مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، وهو من الأدوية الفعالة والممتازة والجيدة جداً لعلاج الاكتئاب النفسي ولعلاج المخاوف وكذلك الوسواس القهري. تم تسويق سيتالوبرام لأول مرة في عام 1990، وهو ثاني دواء يتم طرحه في السوق بعد بروزاك، وهو مشابه لبروزاك في آلية عمله وآثاره الجانبية. دواء سيتالوبرام من الأدوية الفعالة والممتازة لعلاج الاكتئاب ولعلاج القلق الاجتماعي وكذلك الوسواس القهري، حيث أن هذا الدواء يعمل عن طريق زيادة مستويات السيروتونين في الدماغ، والسيروتونين هو ناقل عصبي يلعب دوراً في تحسن المزاج. الشيء الضروري جداً قبل استخدام سيتالوبرام هو الجرعة، حيث أن الجرعة التي تستعمل لعلاج الاكتئاب هي 20 ميلي جرام، أي حبة واحدة في اليوم، ويمكن أن يزيدها الطبيب تدريجياً حسب الحاجة إلى 40 ميلي جرام يومياً. أما بالنسبة للجرعة التي تعالج الوسواس فهي يجب أن تكون حبتين أو ثلاثة، أي 40 إلى 60 ميلي جرام في اليوم، ولا بد للإنسان أن يتناول هذا الدواء بصفة مستمرة على الجرعة الكافية لفترة لا تقل عن 6 أشهر، هذا في أقل التقديرات، ويجب دائماً استشارة الطبيب واتباع توجيهاته بشأن كيفية استخدام الدواء والجرعة المناسبة، ولا يجب التوقف عن تناول الدواء فجأة دون استشارة الطبيب، حيث يمكن أن يتسبب في ظهور آثار جانبية. في النهاية، سيتالوبرام هو دواء فعال وممتاز لعلاج الاكتئاب واضطرابات القلق، وهو دواء آمن بشكل عام، ولكن قد يسبب بعض الآثار الجانبية الشائعة مثل جفاف الفم، النعاس، الإمساك، زيادة التعرق والدوخة، كما لا يجب تغيير الجرعة دون استشارة الطبيب المعالج، ويجب مراقبة أي تفاعلات جانبية والتحدث مع الطبيب إذا كانت هناك أي مخاوف أو استفسارات حول الدواء. الجرعة الموصى بها لعلاج الاكتئاب هي 20 ميلي جرام يومياً، أما بالنسبة لعلاج الوسواس القهري فهي 40 إلى 60 ميلي جرام يومياً، ولكن من المهم أن تلاحظ أن هذه الجرعات هي جرعات عامة وقد تختلف حسب الحالة الفردية للمريض، لذلك من المهم استشارة الطبيب قبل تناول سيتالوبرام. وفيما يتعلق بالتوقف عن تناول سيتالوبرام فمن الأفضل التوقف تدريجيا لتقليل خطر حدوث أعراض الانسحاب. أعراض الانسحاب من سيتالوبرام تشمل الدوخة والصداع والشعور بالقلق والتعب، وفي بعض الحالات قد تكون أعراض الانسحاب شديدة، لذلك من المهم استشارة الطبيب قبل التوقف عن تناول سيتالوبرام.